أهلا بكم في الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. أعلن مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي أن ديون العراق لإيران تتراكم جراء شراء الغاز والكهرباء من إيران. وأضاف صالح أن رصيد الديون على العراق متغير وقد يزيد باستهلاك الغاز والكهرباء يوميا. يشار إلى أن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أكد أن الهدف الأول من وجود إيران في العراق ودول المنطقة العربية هو اقتصادي، وأنه لا يوجد أي سبب لإيران للمساعدة في الأمن في العراق وسوريا، وإنما تحاول طهران أن تجد سوقا للبضائع الإيرانية في تلك البلدان. قالت منظمة التنمية التجارية الإيرانية إن الصادرات الإيرانية غير النفطية سجلت نمواً سعرياً بنسبة 6.2% في الشهر الماضي. وأضافت المنظمة أن الصادرات غير النفطية بلغت 3,135,000,000 دولار، لافتة إلى أن البتروكيماويات والمكثفات استحوذت على 51% من هذه الصادرات، ثم المعادن بنسبة 21% والزراعة والصناعات الغذائية، واستحوذت الصين على 26% من قيمة الصادرات غير النفطية الإيرانية، كما تلاها العراق بنسبة 22% ثم الإمارات بنسبة 13.4%. أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في كردستان العراق قرارات بمنع صيد الأسماك لمدة شهر لحماية الإنتاج المحلي للمشروعات السمكية. وأصدرت الوزارة قراراً بمنع الصيد بجميع أشكاله اعتباراً من 15 من الشهر الحالي وحتى 16 من شهر نيسان المقبل، بالإضافة إلى منعها استيراد السمك السلمون بنفس التاريخ المذكور، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار حماية الإنتاج المحلي واستمرار مشاريع زيادة الإنتاج والدعم الاقتصادي لكردستان العراق. أظهر مركز The Conference Board الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية انقساماً واضحاً في آراء الرؤساء التنفيذيين حول ظروف العمل الحالية في منطقة الخليج العربي، وأشار المركز إلى توقعات إيجابية لتحسين ظروف العمل وإن كانت حذرة، في حين سجل مقياس توقعات الرؤساء التنفيذيين للقطاعات التي يعملون بها تطلعاً إيجابياً يعكس زيادة الطفيفة في ثقة الرؤساء التنفيذيين باقتصاد بلادهم في منطقة الخليج. ويستند المؤشر إلى 3 مقاييس أساسية، وهي الظروف الاقتصادية الحالية والظروف الاقتصادية بعد 6 شهور وتوقعات الرؤساء التنفيذيين للقطاعات التي يعملون بها. سجلت تونس عام 2020 زيادة في عدد العمال المتضررين من التسريح بسبب جائحة كورونا بنسبة 783% مقارنة بعام 2019، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها وفق تقرير رسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية. وكشف التقرير أن عدد العمال المسرحين من وظائفهم بلغ أكثر من 25,000 شخص العام الماضي، مقابل أقل من 2900 شخص فقط خلال العام 2019. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات في تونس لجأت بكثافة إلى تقليص عدد ساعات العمل كواحدة من الآليات للضغط على مصاريفها. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.